السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مضت الأيام والجزائر تنعم بالحرية والاستقلال، وما إن دخلت سنة 1963 حتى تعرض في شهر أفريل أول وزير خارجية للجزائر المستقلة، وهو الوزير الشاب محمد خميستي، إلى عملية اغتيال بشعة عند خروجه من مقر المجلس الوطني. تم أخذه على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا وهو في حالة حرجة، وبعد أسبوعين من ذلك أي بتاريخ 4 ماي 1963 تم الإعلان عن وفاته. وشهدت جنازته حضور عشرات الآلاف من المواطنين والعديد من الوفود الأجنبية التي سارت من المستشفى إلى مقبرة سيدي محمد، أين تقدم للصلاة عليه عالم الجزائر الشيخ الإمام محمد البشير الإبراهيمي في حضور الرئيس بن بلة ووزير الدفاع هواري بومدين والرئيس المصري جمال عبد الناصر، كما نشاهد في هذه الصور. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.